فعودة لهذا الموضوع، رؤيتي لدور الإعلام إنه لازم يبقى فيه توضيح كامل لأبعاد الصورة بشكلها الشامل. يعني أحياناً يعني بعض أقرأ في التقارير يعني إن بعض ما يطلق عليهم بعض الخبراء عمالين يتكلموا ويقولوا حاجات، وأنا آسف أقول هم يفتقروا حتى المعلومات الأساسية عن الوضع الحقيقي. بتذكر أرقام مغلوطة وبتبقى يعني بتبدأ تدي شكل عام عن الوضع بتاع الدولة، بينما هي الأرقام نفسها اللي هم بيقولوها يا إما أرقام غير دقيقة أو أرقام قديمة أو هم استقوها نفسهم من بعض وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي أصلاً مش شرط إنها تكون أرقام حقيقية عن الدولة المصرية. فبيبقى هنا الدور إن لازم يبقى دايماً بنحاول بقدر الإمكان نعرض الصورة الشاملة كلها. إحنا من جانبنا كحكومة هنبقى جاهزين وحريصين، ودي توجيهاتي لكل السادة الوزراء والمحافظين، نطلع ونتكلم ونقول الأرقام بحقائقها عشان يبقى المواطن عارف بصورة مستمرة هذا الموضوع. ولكن أعتقد برضو دور الوسائل الإعلام إنها بتعرض زي ما بتعرض الرأي، تعرض الرأي الآخر، يعني لازم يبقى فيه توازن. إحنا ما بنطلبش أبداً إن يبقى فيه عرض وجهة نظر الحكومة، بالعكس ده إحنا اللي بنطلبه إن تتاح أيضاً للحكومة إنها تعرض الوجهة النظر بتاعتها زي ما بيتعرض أراء لمستقلين وأحياناً بعض التوجهات الأخرى. نفس الكلام يبقى موجود عشان المواطن في الآخر يسمع رأيين، وفي الآخر هو بيبقى له الحكم والتقييم إيه التوجه وإيه الرؤية لهذا الفترة الجاية، وخصوصاً إن إحنا بنواجه كل يوم بحجم هائل أنا آسف من الأكاذيب والشائعات. إحنا حتى كأجهزة الدولة بقى جزء من شغلنا، بدل ما نبقى مركزين فقط في شغلنا وعايزين نتكلم على وضع، بقينا نطلع عشان نرد على أكاذيب بتحصل. والأكاذيب دي للأسف بتبقى مش طالعة كده يعني أنا آسف بصورة تلقائية، لا دي مدروسة وفي ناس وراها وعارفين إن الموضوع ده هيؤثر بعد كده على بعض لها تداعيات على المستوى المحلي أو حتى على المستوى الدولي. ويمكن أنا قلت بعض الحاجات في المؤتمرات الصحفية لما تقال موضوع الصندوق والصندوق يعني لغى موضوع مصر، ده كان ممكن يكون ليه تداعيات هائلة. أنا عايز أقول لحضراتكم لأن اتعمل كان يوم حد وكان مقصود، وده بيبقى أجازة، وإن معروف إن حتى لو حبينا إن الصندوق يطلع يعني توضيح هيبقى تاني يوم ويوم الاثنين، وهم في فرق توقيت، فعبال ما الصندوق يطلع هناك هيبقى بالتوقيت بتاعهم الصبح، يبقى 3-4 مساء في مصر. ممكن في الفترة دي نتيجة الموضوع زي ده والحكومة ما طلعتش توضح، ممكن يبدأ بعض المستثمرين يخرجوا من البلد أو يحصل هزات في البورصة والدنيا تقع لمجرد إن حد طلع خبر بهذا الشكل. يعني أنا عايز أقول لحضراتكم إحنا تواصلنا مع الصندوق يوم الحد وخليناهم إن هم يطلعوا تصحيح لهذا الموضوع، وهم نفسهم يعني كانوا مستغربين إن يعني إيه الترصد لهذا الموضوع بهذا الشكل، وإن يعني قلنا لهم وفهمنا لهم الموضوع، فطلعوا ما يؤكد إن برنامج مصر داخل ومحطوط في السياق بتاعه. أنا بدي بس يعني مجرد إشاعة زي دي حاجة بسيطة وتتشير على مدى كبير ممكن يكون ليها تداعيات قد إيه لمصر. كل يوم إحنا عندنا هذه النوعية من الإشاعات والأكاذيب اللي عمالة تطلع وكلها مقصود بيها يا إما إن أنا أخلق حالة طاقة سلبية جوه الشارع المصري، أهز الثقة في الوضع اللي موجودة فيه الدولة المصرية، أعمل تداعيات في الخارج على الرؤية للدولة المصرية. كل ده بيبقى له يعني تبعات شديدة السلبية وبيتعمل باحترافية، وبيتعمل الموضوع مش موضوع كده بيطلع ولكن بيتعمل باحترافية شديدة، وبالتالي بيبقى مهم جدا تاني مرة أخرى بأكد دور جزء من دور حضراتكم الأصيل توضيح الكلام ده والخروج بصورة عاجلة مع الدولة لمجرد توضيح حقائق. أنا ما بقولش إن إحنا نتبنى جانب الحكومة، بالعكس يعني أنا دائما زي ما بقول لحضراتكم أنا ببقى حريص إن أنا أسمع كل الكلام وما يثار نقد قبل نوع من الشكر والمديح أو الإشادة، عشان من خلال هذا الموضوع بستقي يعني إيه التوجهات اللي إحنا يعني شايفينها في هذا الموضوع. أنا عايز بس أحدي على سبيل المثال أثير على مدار الأيام اللي فاتت، والنهاردة ده كان موضوع الكلام كله في بداية مجلس الوزراء، حالة المطارات المصرية والمشاكل اللي موجودة فيها
وسمعت وقريت ان في كان استاذ ناشئ اتكلمتوا على يعني الكلام ده اثير وبعض الناس اتكلموا في هذا الموضوع في بعض البرامج الحواريه وبرضو بعض المقالات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. فكان في النهارده مناقشه مستفيضه مع الساده وزراء الطيران المدني ووزير الماليه عشان موضوع الجمارك والسيد وزير الداخليه والخارجيه عشان موضوع التاشيرات، ازاي بصوره سريعه جدا نتحرك لتحسين الاجراءات وتبسيط الاجراءات جوه المطارات علشان ان احنا نتحرك في هذا الشان، ازاي ان احنا واعلنا هذا الموضوع وجوبه بالنقد لما قلنا يعني زي كل مطارات العالم ايه المشكله انها تطرح هذه اداره وتشغيل. مجرد ان احنا بنقول يا جماعه لما بنطرح هذا الكلام يتقال ده بيبيعوا الاصول، احنا ما بنبيعش حاجه. انا بطرح عمليه اداره وتشغيل المرافق العامه بتاعت مصر لقطاع خاص وشركات عشان تعمل لي انا كل اللي يهمني ايه؟ تبقى احسن خدمه موجوده في هذه المرافق وفي نفس الوقت تجيب لي عائد كدولة، عائد ان انا استفيد بالاصول بتاعتي. فلما النهاردة ان انا بقول في شركات محترفة في هذا الموضوع وانها تنقل وتغير الصورة بتاعت المرافق العامة للدولة وان انا اطرح فكرة شراكة مع هذه الشركات، ده بالعكس، ده انا بعظم من اصول الدولة. على طول بتلاقي الكلام الاخر الدولة بتبيع، احنا ما بنبيعش، ولكن انا بعظم من اصول حاجة كانت موجودة الخدمة بتاعتها اديها 5/10 وفي نفس الوقت بتجيب لي 10 جنيه. طب ايه المانع ان انا ادخل في شراكة بحيث الخدمة دي تبقى 8/10 بدل ما هي 5/10 وبدل ما بتجيب لي 10 جنيه تجيب لي 100؟ هو كده يبقى انا غلط؟ اكيد لا. فبالتالي هو ده اللي احنا بنتكلم فيه كفكر للشراكة وطرح اصول الدولة للاستفادة منها علشان يعني نبرز هذا الموضوع مرة اخرى. يبقى ده دور حضراتكم تساعدونا فيه، ان احنا لما بنقول هذا الكلام احنا مش مقصود بيه ان انا ابيع الدولة ولا واتخلى عن اصول الدولة، بالعكس تماما، ده انا عايز احسن من الموارد الدولة في هذا الشأن.